قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن الاحتلال الإسرائيلي مني بخسارة استراتيجية وانهزم في كل محاور وميادين معركة طوفان الأقصى المستمرة. القيادي في حماس أسامة حمدان وفي مؤتمر صحفي له أكد أنه لم يتبقى لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أركان حربه إلا إعلان هزيمتهم وفشلهم النهائي في تحقيق أي من أهداف حربهم العدوانية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وفق تعبيره. ها هي صورة هؤلاء الأبطال. لقد وعدت كتائب القسام أن تكون غزة مقبرة للغزاة، وأوفى رجالها بما وعدوا، فها هم جنود العدو وضباطه يعودون أشلاء، أو مصابين أو معاقين أو مرضى نفسيين، وها هو العدو يضطر للاعتراف بإصابة أكثر من 5000 جندي في معركته، بل في عدوانه البري على قطاع غزة، لكنه لا يزال يخفي عدد القتلى، وهذه وحدها كافية للإشارة إلى حجم الخسائر التي مني بها. لقد انكشفت أكاذيب المجرم النازي نتنياهو، وسقطت ادعاءاته التي رددها بببغائية بايدن، وكذلك بلينكين الذي نسي موقعه فخاطب العالم كإسرائيلي على مدار أيام العدوان.